القاهرة تستقبل عددا من الوفود المشاركة في حفل تنصيب السيسي، والداخلية تفرض حالة الاستنفار القصوى استعدادا للحفل. بدء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات أمنية بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والجيش. الجنايات تصدر حكمها اليوم على مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع وعدد من قيادات التنظيم في قضية قطع طريق قليوب. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من قناة النيل. أهلا بكم، بدايتها مع الشأن الداخلي وشروط حمدي. شكرا محمد. يتواصل حضور عدد من الوفود العربية والأجنبية إلى القاهرة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي التي تجرى غدا الأحد. ووصل إلى القاهرة صباح اليوم مبعوث الرئيس الصيني شي جيانغ بينغ، كما وصل كل من وزيري الخارجية وثقافة الإثيوبيين وأمين عام منظمة القماسة ومدير مراسم البرلمان الإفريقي. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل للمشاركة في مراسم التنصيب، وكذلك وفد من الديوان الملكي السعودي، إضافة إلى وفدين من كل من الأردن وسلطنة عمان. هذا ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية صباح غد الأحد أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية. تجرى المراسم بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية. أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية المعنية تباشر تنفيذ خطة تأمين مراسم الاحتفال، مشيرا إلى أن قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية في حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى. وأضاف إبراهيم أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة سيبدأ صباح غد الأحد، وستتضمن تأمين حفل تنصيب واحتفالات المواطنين، مشددا على أن الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان أقصى درجات التأمين لضمان خروج هذا الحدث الوطني الفارق بشكل حضري يزهو به جميع المصريين. تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي يعد الاستحقاق الثاني في خارطة المستقبل، ويبقى الاستحقاق الثالث والأخير والفاصل في المعركة الديمقراطية هو الانتخابات النيابية. السيسي هو الرئيس رقم 7 على قائمة الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر بعد انتخابات رئاسية هي الأهم في تاريخها المعاصر لكي يؤسس لمرحلة البناء والعمل والتطوير.
يؤدي رئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الأحد أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بحضور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إذانا بتسلم السيسي الرئاسة وبدء مهامه رسميا كرئيس لمصر. الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لمصر لمدة 4 سنوات أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. مراسم التنصيب يشهدها الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا توادروس بطريرك الكنيسة القبطية وكبار رجال الدولة. عقب أداء اليمين الدستورية يقام حفل في قصر الاتحادية وهو المقر الرسمي للرئاسة المصرية، يدعو فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الملوك ورؤساء ضيوف مصر. مؤسسة الرئاسة وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور مراسم التنصيب، ليس من بينها تركيا وقطر وإسرائيل وسوريا لأسباب مختلفة، منها اتخاذ بعض تلك الدول مواقف معادية لثورة 30 يونيو. تم توجيه الدعوة لعدد من الدول التي ترأس منظمات وتجمعات إقليمية ودولية لحضور مراسم التنصيب، منها اليونان الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وموريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وإيران الرئيس الحالي لمجموعة دول عدم الانحياز والكويت الرئيس الحالي للقمة العربية. مراسم التنصيب الرسمية يعقبها احتفال وطني في حديقة قصر القبة بحضور 1000 مدعو بينهم رؤساء الأحزاب وشخصيات عامة، يلقي فيه رئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس المنتخب كلمتين للشعب. مراسم التنصيب تجرى وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة من جانب أفراد الحرس الجمهوري والقوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تأمين ميادين القاهرة والمحافظات ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون. وفي إطار الاحتفال باكتمال الاستحقاق الثاني لخريطة الطريق ومراسم تسلم رئاسة الجمهورية، قرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة مع استمرار الدراسة والامتحانات في مواعيدها. كانت هذه مشاهدينا نظرة عامة على استعدادات مراسم تنصيب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية لرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. بدأ اليوم 50,000 من طلاب نظام الثانوية العامة القديم لامتحانات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما يبدأ طلاب النظام الجديد المرحلة الواحدة البالغ عددهم 450,000 لامتحانات غدا. وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وأكد أن هناك بروتوكولات تعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين الامتحانات. من جانبه خصص وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي عددا من طائرات النقل الجوي لنقل أسئلة الامتحانات إلى محافظات المناطق الحدودية والنائية ونقل المراقبين والإداريين. تصدر محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها اليوم ضد محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخواني الإرهابي وعدد من قيادات التنظيم لاتهامهم بقطع طريق قليوب. الجدير بالذكر أن ذلك الحكم يعد أول حكم على بديع وقيادات الإخوان بدوائر الإرهاب التي تم إنشاؤها بعد تفعيل قانون الإرهاب، والحكم الثاني على بديع بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد الأحكام التي صدرت من جنايات المنيع. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سماع شهود الإثبات في جلسة محاكمة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالإضافة إلى أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وآخرين، وذلك في قضية احتجاز محام والقيام بتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة يوم 3 فبراير أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية بالتحرير التي عقبت ثورة يناير.
تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى محاكمة 11 متهما في الأحداث التي وقعت أمام قسم ثاني شرطة شبرا المعروفة إعلاميا باشتباكات شبرا. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم العنف والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والاشتراك في التجمهر. وتنظر المحكمة أيضا محاكمة القيادي الإخواني محسن راضي وثمانية متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بتهمة أحداث العنف والشغب التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في يوليو الماضي. تنظر اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا للإرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قضية اتهام 86 إخوانيا في أحداث شغب كفر الشيخ. كما تنظر أيضا هذه المحكمة بهؤلاء المتهمين بتهم اشتراكهم في تهم التجمهر واستعراض القوة والعنف والشروع في القتل والتخريب العمدي للمنشآت العامة والخاصة وسرقة السلاح الخاص بمأمور الضبط القضائي بقسم أول كفر الشيخ. تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة محاكمة 33 من أنصار الإخوان المتهمين في قضايا إرهاب وإثارة الفوضى والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد الجيش. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين. كانت النيابة قد وجهت لهم تهم إثارة الفوضى والشغب والعنف والتحريض ضد الجيش والشرطة وحيازة أسلحة نارية. تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم محاكمة 9 أشخاص لاتهامهم بقتل نقيب الشرطة أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية أثناء قيامه بدورية أمنية بمنطقة أبو سوير واستهدافه بطلق خرطوش في القلب. وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها بعد أن قادت الدائرة المدنية برفض طلب دفاع المتهمين برد المحكمة. شهدت مدينة طرابلس وبني غازي عددا من التظاهرات لدعم الجيش والشرطة وما أطلق عليها معركة الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مواجهة الإرهاب. تجمع أهالي طرابلس بميدان الشهداء ورفعوا شعارات مناهضة لأنصار الشريعة وشعارات أخرى موازرة للجيش الوطني وللهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. كما شهدت ساحة الشهيد عبد السلام المسماري بمدينة بني غازي تظاهرة لأهالي المدينة أعربوا عن دعمهم وتأييدهم لاستلام لجنة 60 السلطة من المؤتمر الوطني العام المنتهيت ولايته بشكل سلمي خشية من تطور الأوضاع التي قد تؤدي إلى حرب أهلية تدفع إلى تقسيم البلاد وتعزيز فكرة التدخل الأجنبي. قصف وانفجارات، يبدو أن ذلك سيصبح مشهدا مألوفا في ليبيا لبعض الوقت، يضاف إلى أزمة سياسية معقدة ما زالت مستعصية على الحل في انتظار لحكم المحكمة العليا في ليبيا للبت في أمر شرعية رئيس مجلس الوزراء أحمد معيطيق. ففي بني غازي تعرضت قاعدة بنينة الجوية للقصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة، وهو الأمر الذي تكرر خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين. كما أصيب أيضا شخصان بمنطقة الهواري في بني غازي جراء قصف للسلاح الجو التابع لقوات اللواء المنشق عن الجيش الليبي خليفة حفتر قائد عملية كرامة ليبيا. وكان أكثر من 100 شخص قد قتلوا في اشتباكات شبه يومية تقريبا على مدى الأسابيع الثلاث الماضية شاركت بها أحيانا طائرات مروحية وحربية، وشهدت قصفا لمناطق سكنية في بني غازي مما أصاب الحياة بجمود شبه كامل في المدينة الساحلية التي تعد قاعدة للشركات النفطية. وزاد تعامل العنف في ليبيا منذ إعلان اللواء حفتر الحرب على الجماعات المتشددة بحجة فشل الحكومة في القضاء عليهم. وزار رئيس الوزراء الليبي المنتهي ولايته عبدالله الثاني مدينة بني غازي موضحا أن الهدف من الزيارة هو دعم سكان المدينة والقوات الخاصة وقوات الأمن. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقف أنشطتها في ليبيا في الوقت الحالي بعد مقتل أحد موظفيها في مدينة سيرت على أيدي مسلحين. ويوجد في البلاد الآن رئيسان للوزراء، فقد اختار البرلمان الليبي الشهر الماضي أحمد معيطيق لشغل المنصب في انتخابات طعن فيها بعض المشرعين والمسؤولين، فيما يرفض الثاني تسليم السلطة قبل أن يراجع القضاء عملية انتخاب معيطيق.
وكانت المحكمة العليا في ليبيا قد أرجعت قرارها النهائي بشأن شرعية انتخاب معتيق رئيسا للوزراء إلى 9 يونيو الجاري، وذلك بعد طعون قدمت على قرار أولي للمحكمة اعتبر انتخاب معتيق غير قانوني. أعلن ناشطون سوريون أن مقاتلي الجيش السوري الحر نجحوا في استهداف مقار وأليات تابعة للقوات الحكومية في عدد من المناطق، لا سيما في ريف دمشق، حيث أوقعت المعارك في المليحة قتلى في صفوف القوات. ودمر الجيش الحر آليتين عسكريتين، وقتل عشرات الجنود في بلدة المليحة التي تحاول القوات الحكومية منذ أسابيع عدة استعادة السيطرة عليها باستخدام المدفعية والطيران. في المقابل قصفت القوات الحكومية مدينة ضرايا وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما شن الطيران الحربي سلسلة من الغارات على أحياء في مدينة حلب. إلى العراق، حيث أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمحافظة الأنبار بأن عناصر تنظيم داعش سيطرت على مبنى جامعة الأنبار. كان العشرات قد قتلوا في اشتباكات وقعت بين مسلحين وقوات الأمن بمدينة الموصل شمالي البلاد إثر عملية أمنية أسفرت عن استعادة السيطرة على مدينة سامراء من قبضة الجامعات المسلحة. في عملية أمنية مماثلة أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوي عن مقتل 75 إرهابيا بينهم عناصر من سوريا واليمن، كما نجحت الأجهزة الأمنية العراقية في إحباط محاولة لعدد من المسلحين لاستيلاء على مقار شرطة الإرهاب في مدينة بعقوبة. يؤدي اليوم الرئيس الأوكراني المنتخب بيترو بوروشينكو اليمين كخامس رئيس لأوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وذلك بحضور عدد كبير من زعماء الغرب. يعد بوروشينكو أول رئيس لأوكرانيا منذ عام 91، يفوز في انتخابات بأكثر من نصف الأصوات من الجولة الأولى بعد أن وعد بتخطي الخلافات بين الشرق والغرب والتي قسمت البلاد. يسعى بوروشينكو لوضع استراتيجية موائمة بين السياسات الموالية لأوروبا وبين التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي يعارض حملة كييف العسكرية ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا. الملياردير الأوكراني بيترو بوروشينكو الذي أضحى رئيسا للبلاد خلال 3 أشهر في المنطقة الشرقية التي تشهد تمردا منذ عزل الرئيس الأوكراني السابق، وحتى قبل توليه السلطة رسميا عزز بوروشينكو من موقعه عندما اتفق مع الرئيس الروسي على إطلاق مفاوضات بين كييف وموسكو الأحد بهدف التوصل إلى مخرج للأزمة. ويتمتع بوروشينكو البالغ من العمر 48 عاما بشعبية كبيرة في البلاد، حيث إنه الوحيد من أصحاب الثروات الذي قدم دعمه للتظاهرات المؤيدة لأوروبا في أوكرانيا، وهو ليس ببعيد عن المجال السياسي، فقد شغل مناصب عامة خلال وزارات مختلفة، فكان رئيسا للبنك المركزي ووزيرا للاقتصاد ووزيرا للخارجية، وتخصص في العلاقات الاقتصادية الدولية. فهل تنجح خبرات ملك الشوكولاتة الدولية في تهدئة الأوضاع في إقليمي دونيتسك ولوهانسك وتحقيق مطالب سكانه؟ أتمنى أن ينجح الرئيس، فقد وعد بأن تكون أهم أولوياته تهدئة الأوضاع في الشرق. سيكون الأمر صعبا ونتمنى أن يتخذ القرارات الصائبة. نحن نتمنى الأفضل له ولنا جميعا. وهكذا يبدأ بوروشينكو فترة رئاسته وسط حالة من الترقب والقلق بشأن الوضع في أوروبا كلها. فهل يتمكن رجل الأعمال الموالية للغرب في وضع نهاية لأزمة لا سابق لها منذ انتهاء الحرب الباردة؟ أسقط انفصاليون مؤيدون لروسيا طائرة حربية تابعة للجيش الأوكراني فوق منطقة سلافانسك شرق أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الاشتباكات في المدينة، حيث قتل أحد أفراد القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية وأصيب 2 آخران في هجوم بقذائف مورتر بالقرب من إحدى كنائس سلافانسك.
يذكر أن القتال قد اشتعل في المناطق الشرقية من أوكرانيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، وحقق فيها بورشينكو فوزا ساحقا بعد سقوط الرئيس السابق يانكوفيتش وهروبه خارج البلاد في فبراير الماضي. شارك زعماء 20 دولة في إحياء الذكرى 70 لإنزال قوات الحلفاء في منطقة نورماندي شمال فرنسا التي كانت تخضع للاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية. طغت على الاحتفالات أزمة الحرب في أوكرانيا، حيث التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وطلبه بتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا. ربما جاءت الاحتفالات بالذكرى 70 ومراسم تكريم الجنود الذين شاركوا في إنزال قوات الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية على شواطئ نورماندي بفرنسا عام 1944 لتكريم الضحايا المدنيين الذين سقطوا والبالغ عددهم 20,000. وربما جاءت هذا العام في أجواء من التوتر بين روسيا الاتحادية والغرب حول الأزمة الأوكرانية. عملية الإنزال تلك تعد أكبر هجوم برمائي في التاريخ العسكري والذي مهد لهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عقب وضعه إكليلا من الزهور أمام نصب التكريم أكد أن بلاده ستواصل جهودها من أجل نشر قيم السلام والاستقرار في ربوع العالم، كما أشاد بالدور الكبير الذي قام به سكان منطقة نورماندي لتحرير فرنسا من النظام النازي. المعارك الطاحنة التي دارت في المنطقة بين جيوش الحلفاء والنازيين أسفرت عن مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بعدد الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف. سكان نورماندي ساعدوا الحلفاء ووقفوا بجانبهم، واليوم هناك علاقة وطيدة وحميمة تربط هذه المنطقة مع جميع دول العالم. من جانبه زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما المقبرة الأمريكية في منطقة نورماندي والتي تضم رفات حوالي 10,000 جندي أمريكي، وأشاد أوباما بالتضحيات التي بذلت من أجل تحرير أوروبا في النورماندي والتي أوصلتها إلى عهد من الديمقراطية والحرية. في نهاية هذا اليوم الطويل، هذا البحر حارب وخسر وحارب مجدداً، واخترق جدار هتلر ليفتح الطريق أمام جيش باتون ليتدفق إلى فرنسا. ويشارك قادة ورؤساء حكومات 20 دولة تقريبا من بينهم فلاديمير بوتين وديفيد كاميرون وأنجيلا ميركل وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى جانب 1800 جندي من قدام المقاتلين في مراسم التكريم التي أطلقها الرئيس الفرنسي أمام نصب كاين. قتل نحو 52 من عناصر جماعة بوكو حرام المتشددة، وذلك في اشتباكات مع الجيش النيجيري بولاية برونو شمال شرق البلاد. كانت العاصمة النيجيرية أبوجا قد شهدت مسيرات للمطالبة بالإفراج عن نحو 230 فتاة تم اختطافهن منتصف إبريل الماضي من داخل مدرسة شمال شرق البلاد على يد أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة. جاءت المسيرات بعد أيام من قرار الشرطة بحظر جميع أنواع المظاهرات والمسيرات المتعاطفة مع الفتيات، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، لكن الشرطة تراجعت عن القرار بعد الضغوط. ختاما هذا تذكير بأهم العناوين التي كانت معنا. القاهرة تستقبل عددا من الوفود المشاركة في حفل تنصيب السيسي، والداخلية تفرض حالة الاستنفار القصوى استعدادا للحفل. بدء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات أمنية بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والجيش. الجنايات تصدر حكمها اليوم على مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع وعدد من قيادات التنظيم في قضية قطع طريق قليوب. نهاية النشرة.